على مدى أكثر من 16 عاما ظل 14 من شباط فبراير ذكرى اغتيال رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري مناسبة مهمة لتأكيد الزعامة السنية لابنه سعد الحريري وتيار المستقبل. انسحاب الحريري الابن بعد كل هذه الأعوام دفع البعض إلى القول إن الطائفة السنية فقدت مرجعيتها. بهالمرحلة أكد أنه الواقع غير واضح المعالم، وإذا بقينا بهالشكل هيدا فلح يكون تفريق، هناك تفرق بالأصوات وربما يعني هبوط بالحاصل الانتخابي، لكن بالنهاية لح يكون في عنا مجموعات من الكتل ومن الأفراد بتمثل مكان تيار المستقبل. شكل تيار المستقبل قاعدة انتخابية، ونسج رئيسه سعد الحريري تحالفات تاريخية لسيما مع النائب السابق وليد جنبلاط انطلاقا من تحالف 14 من أذار. تقول أوساط جنبلاط إن الترقب هو سمة المرحلة الراهنة، وتحذر من أي محاولة لاستغلال غياب سعد الحريري. البعض يمكن حاول التفكير في مرحلة ما بعد سعد الحريري على قاعدة الاستثمار السياسي والشعبي، وهذا الأمر سيخلق ردة فعل عكسية وسلبية، حذرنا ونحذر منها ونتعاطى مع الواقع السني بالكثير من الدقة لكي لا يكون هناك هذا الشعور لدى الشارع السني بنوع من الإحباط أو نوع من محاولة استغلال الآخرين له. انسحاب الحريري من الحياة السياسية دفع رؤساء الحكومات السابقين ودار الفتوى بما تمثله من مرجعية دينية إلى التأكيد على ضرورة خوض الانتخابات النيابية المقبلة، ولا تزال الاتصالات مستمرة لبلورة صيغة تحافظ على كتلة نيابية سنية في البرلمان اللبناني المقبل. أنا الأمر بد الآن تم البحث كيف ستتم المشاركة ومن سيشارك وفي أي إطارات، هذا هو الأساس. نحن باتجاه مشاركة إسلامية سنية، هذا مؤكد، لكن كيف ستكون النتيجة لا يمكن جزم بذلك من الآن، ومن سيكون المرشحون هذا الأمر بحاجة إلى بعض الوقت. بعد 17 عاما على غياب رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، تواجه الحريرية السياسية أزمة وجود في وقت قد يشرف فيه المشهد السياسي اللبناني على مزيد من التغيرات مع اقتراب انتخابات نيابية قد تعيد تشكيله بالكامل. مما لا شك فيه أن انسحاب الرئيس سعد الحريري من المشهد السياسي سيعيد خلط الأوراق لسيما على الساحة السنية، وينعكس في صناديق الاقتراع للانتخابات النيابية المقبلة. انتخابات يتوقع مراقبون تراجعا لتيار المستقبل فيها وبروز لقوى سياسية جديدة. سحر أرناؤوط، الحرة، بيروت.